اهلا بكم في حلقه جديده من كنترول سيستمز انجينيرينج او اوتوماتيك كنترول، هندسه نظم التحكم او التحكم الالي لطلبه هندسه اعداد مهندس كرولس رفعت. في حلقه النهارده هناخد الترانسفير فانكشن لالكتريكال نتوركس او الكتريك سيركتس فيا ترانسفورم ميثودز، وهناخد طريقه الترانسفورم ميثودز النهارده، وبالاضافه ليها هناخد الكيرشوف لوز عشان نحل بيها المسائل، ودي بتنقسم لطريقتين اللوب او المش اناليسيز والطريقه الثانيه اللي هي النودال اناليسيز، ودي تعتبر الحلقه الثانيه في الترانسفير فانكشن للدوائر الكهربيه. اخذنا سابقا ريفيو عن المقاومه والمكثف والملف، قلنا المقاومه دي شكلها وبيبقى فيها تيار، فولت المقاومه بيساوي ار في تيارها في الاس دومين، خلي بالك في الاس دومين هنا، وبالتالي الامبيدنس الخاصه بالمقاومه اللي اسمها زد اللي هي فولت على تيار بتساوي ار، اما الادميتنس اللي هي تيار على فولت بتساوي 1 على ار. لو رحنا برضو للمكثف وقلنا ده المكثف وادي تياره، فولت المكثف في الاس دومين بيساوي 1 على سي اس في تيار، خلي بالك 1 على سي اس دي عباره عن الامبيدنس بتاعه المكثف، اما الادميتنس هي مقلوب الامبيدنس اللي فوق يبقى سي اس. اما الملف او الاندكتور عندي ده شكله بيمر في تيار اي ال، قلنا ان جهد الملف بيساوي ال اس في تيار، خلي بالك هنا بالشغال في الاس دومين، الامبيدنس اللي هي مضروبه في التيار يبقى ال اس، اما الادميتنس اللي هي مقلوب ال اس يبقى 1 على ال اس. خلي بالك هنا في الثلاث حالات شغال عند زيرو انيشال كونديشن، زيرو انيشال كونديشن معناها جهد المكثف عند زيرو بيساوي زيرو، تيار الملف عند زيرو او عند تي بتساوي زيرو بيساوي زيرو، لان انا بجيب ترانسفير فانكشن للالكتريك سيركتس. هناخد مثال بسيط النهارده عشان نفهم الموضوع بالتفصيل. عندنا دايره، عندنا السبلاي دي سي، مقاومه وملف ومكثف. الجهد اللي على المكثف اسمه في سي، تيار الدايره اسمه اي، خلي بالك كل الرموز هنا في التايم دومين، يعني كلها سمول، ما عدا دي الار والال والسي لان دي ثوابت خاصه بالكومبوننت نفسها. عارفين من قبل كده ان فولت الملف بيساوي ال تفاضل تياره، وتيار المكثف بيساوي سي تفاضل فولت، وتيار المكثف هنا هو نفس تيار الدايره. مبدئيا عندنا الانبوت وحيد هنا هو في، اما عندنا الاوتبوت هنا متاح تختار اي حاجه، ممكن اختار جهد المكثف، جهد الملف او جهد المقاومه، او ممكن اختار تيار الدايره. بناء على الاوتبوت انت بتحدد ترانسفير فانكشن، بمعنى الترانسفير فانكشن بتاعتك عباره عن لابلاس الاوتبوت على لابلاس الانبوت، الانبوت هنا وحيد اللي هو في، اما الاوتبوت انت اللي بتحدده او ان هو اللي بيحدد لك الاوتبوت بتاعه. انا في المساله انا محتاج الفي سي يبقى اوتبوت، تمام؟ يبقى ببساطه عندنا لوب واحده اهي، هطبق كيرشوف لوب، بس انهي نوع اللي هو المش او اللوب اناليسيس. يبقى ابلاين كيرشوف فولتج لو، يطلق عليه فولتج لو لان انا بجمع الفولتات في اللوب عندي، يطلق عليه لوب اور مش ميثود، دي الطريقه الاولى. خلي بالك هنا ان الفي انبوت هنا بيساوي جهد المقاومه زائد جهد الملف زائد جهد المكثف، دي العلاقه. نرجع تاني، انا قلت لك ان الترانسفير فانكشن اللي انت عايزها هي لابلاس الاوتبوت على لابلاس الانبوت، من الاوتبوت جهد المكثف، من الانبوت في، يبقى بص في المعادله هنا، في دي انبوت يبقى سيبها زي ما هي. طب هنا في سي يبقى ده جهد المكثف هو الفي اوتبوت، اسيبه زي ما هو. هنا في ار وفي ال، هل هي الانبوت او الاوتبوت؟ لا طبعا، فمحتاج ان انا اشيلها واجيبها بدلاله الانبوت او بدلاله الاوتبوت ايا كان المعادله. يلا كده هنفك الفي ار، هتساوي اي في ار بيساوي تيارها في قيمتها، وتيارها هو تيار الدايره. اما جهد الملف بيساوي ال تفاضل تياره، وتفاضل تياره هو نفس تيار الدايره زي ما انتم شايفين هنا. يلا كده نرجع تاني، الفي هي الانبوت، في سي هي الاوتبوت، هنا عندي التيار تفاضل التيار، يبقى اعمل ايه؟ لازم اشيلها، بس قبل ما اشيلها هحول المعادله دي في الاس دومين. هحولها ازاي في الاس دومين؟ خليك فاكر ان في ال في الاس دومين من العلاقه اللي فوق يبقى ال اس في الاي، خلي بالك انا شغال عند زيرو انيشال كونديشن، يعني اي اوف زيرو بيساوي زيرو، يبقى اروح اعوض عن جهد الملف اللي هنا اللي هو في التايم دومين، اعوضه بالاس دومين ال اس في الاي اس، والفي سي تبقى زي ما هي، احولها في الاس دومين في كابيتال سي اوف اس، والفي هنا تبقى في كابيتال اوف اس، اما الار تبقى زي ما هي مضروبه في الاي تبقى اي كابيتال فوق اس. خلاص تبقى دي المعادله في الاس دومين. في اي مشكله؟ في عندي الاي هنا ده لازم يتشال لان ده الاوتبوت ده الانبوت، يبقى التيار لازم يتشال ويتحط بدلاله حاجه ثانيه. لو بصينا للمعادله من معادله المكثف هنلقى عندي في الاس دومين دي بتساوي ايه؟ الاي هنا بتساوي سي اس عشان دي تفاضل في الفي كابيتال سي اوف اس، تمام؟ هاخد التيار من هنا اللي هو هنا اللي علاقته بالفي سي، ما الفي سي هو الاوتبوت. يبقى اشيل التيار من المعادله هنا واعوض بيه بعلاقته بالاوتبوت اللي هو سي اس في سي اوف اس.
تمام، انا عوضت هنا. هتبص هتلقى العلاقه بعد التعويض كلها دلاله في الفي سي والفي اللي هي الانبوت الاوتبوت بس. في مشكله؟ قلت لك عشان اطبق لاس دومين لازم ابقى عارف ان لازم يبقى الزيرو انيشال كونديشن، ان طار الملف عند زيرو، عند تي بتساوي زيرو يطلع بزيرو، جهد المكثف عند تي بتساوي زيرو لازم يكون بزيرو، والا ما ينفعش اجيب الترانسفير فانكشن هنا. تمام، دي العلاقه. ما اخد في سي عامل مشترك، بعد ما تاخدها عامل مشترك وادي الفي انبوت، انا عايز الاوتبوت على الانبوت، يبقى الاوتبوت على الانبوت هتقسم تطلع بالشكل ده. دي المعادله عندي النهائيه. تمام، لو لاحظت هنا البسط ثابت والمقام اعلى باور للاس هو تربيع بجامد الدرجه الثانيه، ولان الشيء بالشيء يذكر عندنا الدايره دي ودي معادلتها هي لابلاس الاوتبوت على لابلاس الانبوت. ده المعادله بتاعتي، ممكن احولها لبلوك دايجرام. بلوك دايجرام عشان احولها لازم اخلي معامل اس تربيع بواحد، يبقى معامل اس تربيع اخليه بواحد ازاي؟ ال سي، يبقى قاسم معادله بسطه المقام على ال سي زي ما انتم شايفين هنا كده. يبقى طول ما معامل اعلى باور في المقام بواحد ودي من الدرجه الثانيه والبسط عندي ثابت، يبقى دي يطلق عليها سكند اوردر سيستم. هنشوف الكلام ده بالتفصيل خلال السلسله في التايم ريسبونس اناليسيس في السكند اوردر، بس انا بنوه ليها خلال الفيديو بتاع النهارده. قلنا ان معامل اس تربيع في المقام بواحد، يبقى دي عباره عن كانونيكال فورم، يبقى مباشره الدايره دي زي ما انت شايفها احولها لبلوك دايجرام، ان عندي الانبوت اللي هو في والاوتبوت في سي، احطها في بلوك اللي هي المعادله دي، احطها في البلوك هنا زي ما انتم شايفين كده. اعلى باور زي ما قلنا اس تربيع، والبسط ثابت لازم يبقى ثابت، لو كان مضروب في اس او اي حاجه ثانيه يبقى ده حاجه ثانيه خالص، يبقى هو سكند اوردر بس مش كانونيكال فورم، فاهمين الفكره؟ مش الصوره الستاندرد عندي، لا ده صيغ ثانيه. تمام، يبقى كده سكند اوردر سيستم، وده هنشوفه في فيديو التايم ريسبونس الخاص بالسكند اوردر سيستم، وده البلوك دايجرام بتاعه. لو احنا استدعينا الصيغه العامه بتاعته، الصيغه العامه اللي هي لابلاس الاوتبوت على لابلاس الانبوت بتساوي كي اوميجا ان تربيع اس تربيع، خلي بالك معامل اس تربيع بواحد اهو، زائد 2 زيتا اوميجا ان اس زائد اوميجا ان تربيع. زي ما انتم شايفين الصيغه دي لو قرناها بالصيغه اللي فوق اللي هي الكانونيكال فورم نقدر نحصل على الثوابت زيتا اوميجا ان وكي. نقارن يلا الجزء ده مع اوميجا ان تربيع، يبقى الاوميجا ان تطلع بجذر واحد على ال سي. قارن البسط هنا مع البسط، بعد ما انت حصلت على اوميجا من هنا عوض عنها تطلع عندك الكي بواحد. طيب 2 زيتا اوميجا ان اقارنها مع الار على ال، اسويهم ببعض بعد المساواه هنا، طبعا اوميجا ان عندي عوض عنها اطلع زيتا بالقيمه دي، تطلع زيتا بالقيمه دي. طبعا ار وال وسي كونستنت ثوابت، وبالتالي اقدر احصل على اوميجا ان والكي والزيتا. طب ايه هي الاوميجا ان والكي والزيتا؟ الاوميجا ان يطلق عليها ان دامبد ناتشورال فريكوانسي عندي، والاوميجا ان لازم تبقى اكبر من زيرو. زيتا يطلق عليها الدامبنج ريشيو ولازم تبقى قيمتها اكبر من الزيرو بوزيتيف يعني، والكي تبقى ستاتيك دي سي جين، والكي لازم تبقى اكبر من الزيرو. الكلام ده هنشرحه بالتفصيل في السكند اوردر سيستم. عموما الكتريك سيركت اناليسيز ميثودز طرق تحليل الدائره الكهربائيه بستخدم فيها كيرشوفز لوز. كيرشوفز لوز عندي اللي هي قوانين كيرشوف، وينقسم لقانونين او طريقتين. الطريقه الاولى بيطلق عليها كيرشوف فولتج لو، ان انا بجمع الفولتات في اللوب او في المش عندي، خلي بالك في المش او في اللوب بجمع الفولتات، والطريقه دي اسمها لوب اور مش اناليسيز، يطلق عليها لوب اناليسيز او مش اناليسيز. دي بعمل فيها ايه؟ بجمع الفولتات في اللوب او في المش. الطريقه الثانيه من الكيرشوف لوز عندي اللي هي يطلق عليها كيرشوف كارنت لو، ودي فيها بجمع التيارات عند النود، خلي بالك بجمع جمع اتجاهي، لان التيار ممكن يبقى داخل على النود او طالع منها، باخد ريفرنس واحط الاشارات بتاعتي، يا اما اقول مجموع التيارات الداخله بتساوي مجموع التيارات الخارجه. والطريقه دي اسمها النودال اناليسيز، لان انا بفرض نود عندي على الرسم وبحط عليها اتجاهات التيارات اللي هطبق عليها القانون. هنخوض في المساله اللي فاتت بالطريقتين وهنشرحهم بالتفصيل. يلا بينا هنعيد الدايره تاني اهي، دي في التايم دومين. قلنا ان الامبيدنس عندي في الاس دومين تبقى الخاصه بالمقاومه ار، الامبيدنس الخاصه بالملف تبقى ال اس، الامبيدنس الخاصه بالمكثف واحد على سي اس. اول حاجه ان الدايره من التايم دومين احولها للاس دومين، يبقى الدايره دي احولها للاس دومين ازاي؟ يلا كده خلي بالك انا بشتغل عن زيرو انيشال كونديشن. يلا السورس كده، السورس ايا كان شكله بنزله زي ما هو، بس بدل ما في التايم دومين احوله في الاس دومين، يبقى رمزي بقى كابتن. التيار في الدايره هنا في التايم دومين اهو سمول، يبقى يتحول اي كابيتال اوف اس. المقاومه تبقى نفس المقاومه ار، اما الملف الملف في التايم دومين ال، اما في الاس دومين تبقى ال اس. ايه ال اس دي؟ الامبيدنس بتاعته وحدتها اوم طبعا، خلاص ال اس في الاس دومين وحدتها اوم. خلي بالك ال دي وحدتها هنا دي بتاعه الملف نفسه كاندكتنس، لكن مش قيمه مقاومته، مش الامبيدنس بتاعته في تايم دومين، الامبيدنس بتاعته اكس ال اللي هي اوميجا ال. تمام،
خلي بالك المكثف هنا الساعه بتاعته سي، لما احولها في الاس دومين عشان احولها لامبيدنس تبقى 1 على سي اس. عندي الاوتبوت في سي تتحول في كابيتال سي اوف اس، تمام؟ عشان انا هشتغل في الاس دومين. يبقى الدايره عندي حولتها للاس دومين، كل السورسز والتيارات المفروضه في الرسم تتحول للاس دومين، كل كومبوننت لما احوله للاس دومين بجيب له الامبيدنس بتاعته، الامبيدنس بتعامل مع الامبيدنس. الدايره بعد التحويل يطلق عليها لابلاس ترانسفورمد نتورك او سيركت، لابلاس ترانسفورمد سيركت الدايره المحوله في الاس دومين عندي، تمام؟ يطبق عليها قوانين عاديه خاصه بمين؟ بالكيرشوف. هنطبق كيرشوف فولتج لو، يطلق عليها لوب اور مش اناليسيس زي ما قلنا. ركز معايا كده، الزد في التيار بتساوي الزد في التيار بتساوي الفي، تمام؟ الزد في التيار دايما بتساوي الفي، الفي بيساوي طبق قانون المقاومه الفي بيساوي اي فار. اطبقها ازاي في الاس دومين؟ يبقى الفي بتساوي زد في اي، يبقى السم اوف امبيدنس الكل مطروح في التيار بتاع اللوب بيساوي السم اوف ابلايد فولتج بيساوي مجموع الفولتات المطبقه في اللوب. يبقى تاني، مجموع الامبيدنس الموجوده في اللوب اضربها في التيار اللوب يساوي مجموع الفولتات المطبقه في اللوب، انهي فولتات؟ السورسز نفسها، فولت السورس هنا، تمام؟ يلا نطبق القانون كده. مجموع الامبيدنس في الدايره ال اس زائد ار زائد 1 على ال اس، ده كله مضروب في مين؟ في التيار، اوكي؟ زي ما انتم شايفين كده. من الجهود الموجوده في اللوب هنا الخاصه بالسورس كمصدر الفي اوف اس بس، يبقى تمام احطها هنا. اقدر اجيب اي على في، خلي بالك هنا في الداير انا عايز لابلاس الاوتبوت على لابلاس الانبوت، عايز مين الاوتبوت؟ الانبوت معروف في، ما فيهوش اختلاف. انا هختار الاوتبوت اي هنا، يبقى الاوتبوت هختاره اي. في الغالب طول ما انا هشتغل بلوب اور مش اناليسيز في طريقه الترانسفورمد سيركت الاوتبوت بيبقى في الغالب هو التيار، يبقى الاوتبوت في الغالب بيبقى التيار، تمام؟ يبقى كده لابلاس الاوتبوت على لابلاس الانبوت تطلع المعادله عندي كده، اودي القوس ده في المقام. يلا كده نضرب بسطا ومقاما في مين؟ في سي اس عشان اخلي الشكل ظريف شويه زي ما انتم شايفين كده، تمام؟ يبقى ده عباره عن التيار على في. يبقى طبقت اول حاجه كيرشوف فولتج لو على الرسمه. رقم 2، حولت الدايره من تايم دومين للاس دومين عشان نطبق عليها الكيرشوف فولتج لو، وجبت العلاقه بين التيار والفولت في الاس دومين كترانسفير فانكشن. يبقى الطريقه دي اسميها، انا بجيب ترانسفير فانكشن وانا شغال على سنجل لوب، خلي بالك سنجل لوب اهي، فيا ترانسفورم ميثود، دي اسمها ترانسفورم ميثود. يبقى ترانسفورم ميثود بعمل فيها ايه؟ بحول الدايره من التايم دومين للاس دومين واطبق عليها قانون كيرشوف فولتج لو بعدين، وبجيب لابلاس التيار على لابلاس الفولت كسورس عندي، لابلاس السورس ان كان فولت او تيار، في الغالب بيبقى تيار على فولت زي ما انتم شايفين كده، تمام؟ يبقى الطريقه دي اسمها ايه؟ فيا ترانسفورم ميثودز. نروح نكمل المساله. انت جبت التيار على فولت، تقدر تجيب لي التيار لوحده؟ ودي فولت الانبوت الناحيه الثانيه، يبقى الانبوت في ترانسفير فانكشن دي يطلع التيار، اوكي؟ طب هل ينفع تجيب فولت اي كومبوننت من هنا؟ انا طلبت منك مثلا فولت اي حاجه تقدر تجيبه؟ ببساطه يلا كده، فولت المكثف بيساوي ايه؟ الامبيدنس الخاصه بالمكثف في تياره في الاس دومين، الامبيدنس الخاصه بالمكثف ما تنساهاش لازم تحفظها في التيار. يلا اضرب المعادله دي في مين؟ في 1 على سي اس، يبقى ده التيار هضربه في 1 على سي اس، يبقى اضرب الجزء ده في 1 على سي اس تطلع بايه؟ تطلع بالشكل ده في في، تمام؟ هنا الفي الانبوت عندي. طب لو انا عايز جهد المقاومه او جهد الملف، تقدر تجيب جهد الملف؟ الامبيدنس الخاصه بالملف اللي هي ال اس، ال اس الامبيدنس في تيار، اضرب المعادله دي في ال اس هنا تطلع بالشكل ده. يلا كده جهد المقاومه بيساوي ايه؟ ار في اي، امسك عندك المعادله دي اضربها في مين؟ في ار، يبقى البسط ار سي اس على المقام مضروبه في في. خلي بالك الفي هنا الانبوت مضروبه في ايه؟ في ترم في كل مره، وبيديني الفولت المطلوب. لو انت عرفت الانبوت، خلي بالك الانبوت هيديهولك مثلا في التايم دومين وليكن 10 فولت، بس لما اجي اعوض هنا بعوض بي في الاس دومين، يبقى اقول 10 على اس، وخلي بالك لازم يبقى بالفولت، لو ادهالك بالملي لازم تحول الفولت الاول وتقسمه على اس عشان انت شغال دي سي هنا، دي سي يعني ثابت في الاس دومين يبقى ثابت على اس، تمام؟ ده الطريقه الاولى، تمام؟ باستخدام كيرشوف فولتج لو وترانسفورم ميثود. الطريقه الثانيه ان الدايره دي في التايم دومين هحولها برضو للاس دومين مفيش اختلاف، خلي بالك هنطبق زيرو انيشال كونديشن، تمام؟ اهي الدايره بعد التحويل هي مفيش اختلاف لابلاس ترانسفورم نتورك. هطبق ايه هنا؟ هطبق النود ميثود او النودال اناليسيس. يبقى ابلاين كيرشوف كارنت لو، كارنت لو يبقى بطبق نودال اناليسيس. هطبقها ازاي على الرسم؟ خلي بالك انا هنا هنفترض ان انا عايز لابلاس الاوتبوت اللي هو الجهد المكثف على جهد الانبوت عندي، يبقى عند المكثف كده من فوق اروح احفر النود بتاعتي،
هفرد النود بعد فرد للنود، خلي بالك جهد المكثف اسمه في سي، يبقى النود دي اسمها ايه؟ جهدها في سي. ليه خليته في سي؟ لان الطرف ده للارضي، هتوصل الطرف ده بالارض كده، حط ارض هنا، الارض ده اللي هتحطه سيادتك، يبقى عندي الطرف ده ارضي والطرف ده عليه جهد في سي، يبقى الفي سي ناقص زيرو يطلع لك جهد الفي سي اللي هو جهد المكثف. تمام، حلو قوي. وهتيجي هنا ده الانبوت، يبقى النود اللي هنا دي زي ما قلنا ده ارضي، الارض ده يبقى النود دي هي نفس جهد السبلاي، يبقى النقطه دي برده هي جهد السبلاي. هتقول لي يا باشمهندس طب ما انا هفرض نود هنا في النص. لا مش محتاجه، هقول لك خلال المساله دلوقتي. خلاص، يبقى بين المقاومه والملف مش محتاج نود هنا. ركز معايا كده، عندي النود اهي، انا هشتغل على النود دي اللي عندها الجهد الفي سي. بقول ان السامنج بتاعت الكرنت مجموع التيارات الخارجه بتساوي مجموع التيارات الداخله، مجموع التيارات الخارجه بتساوي مجموع التيارات الداخله. طب هتفرض التيارات ازاي؟ طول ما البرانش ده مش كرنت سورس افرض التيار طالع، وطول ما البرانش ده مقاومه وملف يعني مش كرنت سورس افرض التيار طالع. طب هتقولي لو البرانش كرنت سورس، اقول لك انت مجبر تاخد اتجاه التيار اللي موجود في البرانش. يبقى تاني، طول ما البرانش ده عباره عن كومبوننت بعيدا عن كونه كرنت سورس، يبقى افرض التيار طالع من نود. هنا مقاومه ملف، يبقى افرض التيار طالع من نود. هتقول لي يا باشمهندس طب ما يبقى في برانش مثلا في كرنت سورس، ما ينفعش تفرضه في عكس الاتجاه. ما ينفعش تفرضه في عكس الاتجاه، تفرض اتجاه التيار ان هو نفس التيار الكرنت سورس. هنشوف الكلام ده في الفيديوهات القادمه ان شاء الله. مجموع التيارات الخارجه بتساوي داخله عند النود. طب هل في حاجه داخله هنا؟ لا، كله طالع. يبقى التيار اللي طالع هنا زائد التيار اللي طالع هنا بيساوي الداخل بيساوي زيرو. طب انا اجيب التيار ازاي؟ ما تنساش التيار بيساوي الفولت على زد، فولت على زد. انهي فولت دي؟ اللي خلي بالك رمز في ده مش هو السبلاي هنا، لا انا مدي لك رمز مختلف. تعال نطبق العلاقه. يبقى اقول التيار اللي طالع هنا زائد التيار اللي طالع هنا، في تيار داخل؟ لا، يبقى بيساوي صفر، يبقى ده زائد ده بيساوي زيرو. التيار اللي هنا ده اجيبه ازاي؟ مش البرانش ده عليه فولت اسمه في سي، لان النقطه دي قلنا ارضي يعني زيرو، يبقى فرق الجهد على الكومبوننت ده من هنا لهنا يبقى في سي ناقص زيرو على الامبيدنس بتاعته يديك التيار. يبقى اقول في سي على واحد على سي اس، ده يدينا التيار الاول. ركز معايا كده، يبقى في سي على واحد على سي اس على الامبيدنس، الفولت اهو على زد، يبقى الفولت على الامبيدنس بتاع المكثف. تمام، هروح للبرانش الثاني، شايف التيار ده؟ التيار طالع من هنا. هتقول لي حلو قوي، مصدر التيار من فين؟ طالع من هنا، يبقى النقطه دي هي اللي اعلى في الفولت، اعلى في الفولتيه. يبقى اقول الفولت ده ناقص، يبقى دايما اقول ده ناقص، يبقى القيمه دي ناقص القيمه اللي هذكرها بعد شويه. طب حلو قوي، شايف البرانش ده؟ مش دي امبيدنس اسمها ال اس وحدتها اوم، ودي مقاومه وحدتها اوم. ينفع اجمع الاثنين مباشر، يبقى اقول ال اس زائد ار دي مقاومه البرانش ده، دي الامبيدنس بتاعت البرانش ده. تمام، اللي هو ده. طب ما هالطرف الثاني بتاع البرانش ده في، عايز اجيب تيار البرانش ده بيساوي ايه؟ بيساوي فرق الجهد على الامبيدنس. خلي بالك الفي هنا دي فرق جهد على الامبيدنس وليست جهد، فرق. يبقى انا النقطتين اهو بيمر ما بينهم تيار، يبقى التيار اجيبه، يبقى اقول جهد النقطه دي، وليه قلت جهد النقطه دي وليه بديت بيه بالموجب؟ عشان التيار بادئ منها في سي ناقص في اوف اس، يدينا التيار ده، بس اقسمه على مين؟ على الامبيدنس اللي هي ار زائد ال اس. يبقى اقول في سي ناقص في اس اللي هنا، تمام، على الامبيدنس بتاعت البرانش اللي هي ار زائد ال اس. خلي بالك ما ينفعش تعكس الاتجاه، لان عكست الاتجاه يعني قلت في ناقص في سي غلط، خلاص هديك في اشاره سالبه والكلام ده غلط. طبعا انت هتفك دي وتفك دي، ركز هنا، هجزأ البسط هنا على المقام، هجزأ دي مره على المقام، او ناقص دي على المقام. طول ما ناقص دي على المقام اوديها الناحيه الثانيه بالموجب. في سي على المقام، هنا عندي في سي على المقام، اخد في سي عامل مشترك واجمع. حلو، طول ما المقام ار زائد ال اس هضرب كل المعادله في ار زائد ال اس. تمام، خلي بالك بس هنا الطريقه دي اسمها ايه؟ انا بجيب ترانسفير فانكشن. هنا عندي كام لوب؟ سنجل لوب؟ لا، انا مش شغال لوب، انا شغال نود. هتقول لي ادي النود اهي اسمها في سي، تمام، هي دي اسمها سنجل نود. يا باشمهندس ازاي ما عندك هنا الفي دي نود ثانيه؟ اقول لك ما دي بتاعت السورس، دي بتاعت السورس اجباري تحطها كده، لكن المكثف هنا انت اللي حاططها، انت اللي فرضها. هو قال لك هات لابلاس الاوبوت على لابلاس الانبوت، لابلاس جهد المكثف على لابلاس الانبوت في، يبقى الفي دي اساسيه فرد، لكن المكثف جهده اهو انا فرضه، خلاص، لان ده الاوبوت اللي انا عايزه. تمام، الموضوع هيتضح بفيديوهات قادمه ان شاء الله. الفكره كلها انا بجيب عندي سنجل نود فيا ترانسفورم سود. ليه ترانسفورم سود؟ لان غيرت الدايره من التايم دومين للاس دومين. اول طريقه انا شرحتها اشتغلت على التايم دومين مباشره، الطريقه الثانيه اشتغلت برضو ترانسفورم ميثود بس باستخدام كيرشوف فولتج لو، اما الطريقه الثالثه استخدمت ترانسفورم ميثود بس عن طريق كيرشوف كارنت لو. تمام، اللي اسمها النودال اناليسيس.
وبالتالي انا قلت هضرب المعادله دي طرفين في ار زائد ال اس تطلع بالشكل ده. تمام، يلا كده هات الاوتبوت على الانبوت اللي هو في سي على في، تطلع واحد على القوس ده، تطلع بالشكل ده. حلو قوي، ده جهد ايه؟ المكثف. طب انا لو طلبت منك جهد المقاومه او جهد الملف اعمل ايه؟ اجيب التيار بتاع الدايره. تعرف تجيب تيار الدايره؟ اه، تيار الدايره بيساوي ايه؟ ما تنساش، مش جهد المكثف بيساوي الامبيدنس بتاعت المكثف في التيار، جهد المكثف اللي هنا بيساوي الامبيدنس في تيار المكثف اللي هو تيار الدايره، ما تيار المكثف هو تيار الدايره. تمام، حلو. تقدر تجيب اي؟ اه، عباره عن فولت في المضروب في سي اس اهو. طب ما بي سي هنا، في سي فين؟ اهي، يبقى اخد المعادله دي كلها اضربها في سي اس، يبقى التيار بيساوي المعادله دي. تمام، جبت التيار، تقدر تجيب جهد المقاومه او جهد الملف. جهد الملف بيساوي ايه؟ ال اس في تياره، خلاص ال اس اللي هي الامبيدنس بتاعته هنا في تيار، اضرب فوق ال اس هنا المعادله اللي فوق تطلع بالشكل ده. طب الفي ار، ار في اي، حلو، انت عندك الاي، اه يبقى اضرب المعادله فوق في ار تطلع بالشكل ده. وباكد تاني، عندك في الثلاث معادلات الفي ال والفي ار وكمان الفي سي اللي هي هنا وكمان التيار، كلهم علاقه في الانبوت زي ما انتم شايفين كده، علاقه في الانبوت. والانبوت لو ادهولك ثابت يقول لك ايه ده ثابت 10 20 50 تمام فولت، خلي بالك فولت، لو ادهولك بوحده غير الفولت لازم تحولها لفولت، ايه واحده غير الفولت؟ ملي فولت، مايكرو فولت، لازم يتحول لفولت. تمام، هجيب الفي اوف اس في الاس دومين تبقى الثابت اللي هنا تقسمه على اس، بس شرط يبقى وحدته فولت. دي كانت حلقه النهارده، طبعا اشتغلنا على لوب واحد، ان شاء الله في الحلقات القادمه هنشتغل على اكتر من لوب واكتر من نود، هيبقى في فيديوهات كتير خاصه بالدوائر الكهربيه وازاي اعملها نمذجه. لو عندكم اي اسئله واستفسارات سيبوا لنا اي تعليقات في الفيديو، ما تنسوش طبعا سبسكرايب واللايك والكومنت والشير، وشكرا جزيلا.